بس ورحمة فارس، لا ورحمة النبي اللي أحسن من كل حاجة. لو أبوكوا ساب وصية بفتلة أو بإبرة خيط لاني هعملها عشان أريحه في نومته. حتى لو كان وصى إن التركة كلها تروح للغلابة والمساكين، أنت فاهم؟ تعالي يا بابا، شفتي اللي حصل يا ليلى؟ أمك مات وسابني، كنت في باله يا أختي موصيني عليكي وهو بيقابل رب كريم. الله يرحمه. بقاء لله. متشكر. نورتي بيت عمك. نور بيكم. تعالي يا ليلى، أنا عايزاك يا ضناي. تعالي يا ضناي. أني طلبتك عشان ده كان طلب عمي، وصاني عليكي وهو بيقابل رب كريم، قال لي ما تسيبيهاش يا بقيري، خليكي في ظهري. يا طنط انتوا على طول في بالي موجودين معايا. محدش بيعرف الحق إلا ما يقرب من يوم الحق، يوم ما يسيب الدنيا باللي فيه، يشوف اللي عمره ما شاف ولا حس بيه. كان لازم أشوفه قبل ما يحصل اللي حصل. كان لازم تكلميني. في حد بيعرف يومه امتى ولا هيمشي في اي ساعه؟ بس انا مش هغلط الغلطه دي، انا لسه ربنا مديني عمر وصحه عشان الحق نفسي وما اقعش في الغلطه اللي وقع فيها غيري. عارفه يا ليلى احنا عندنا كام فدان؟ 70 فدان، وعمك اتدفن في متر أرض مش بعيد عن فدادين ولا عن أرض. النهاردة أنا بروح له وأزور، أرى له الفتح وأتصدق عليه. بكرة مش هيلاقي حد يرمي عليه السلام. يا طنط بس بتقولي الكلام ده عشان احنا بننسي. بننسى يا ليلى. ربنا قال لنا خدوا بالكم لما الدنيا بتخلص، مالكوش غير متر الأرض اللي تتحطوا فيه والناس تدوس عليكم بالجزم. مش هيفضل لكم غير ابن يدعي لكم ولا صدقة تنفعكم. احنا عيالنا مشغولين بالمال والطين، والصدقة سناهي مفكرناش فيه، كنا مشغولين بنفسنا ونسينا غيرنا وحق غيرنا علينا. ملحوقة إن شاء الله يا طنط بهير، ملحوقة. لا مش ملحوقة يا ليلى. اللي تعمله إيدك عشان تسد دين ربك غير اللي تعمله إيد غيرك عشان تخفف عنه. ربنا مش بيضحك عليه يا ليلى. حضرتك يا طنط بتقولي الكلام ده ليه؟ في حاجة معينة عايزة تقولها لي؟ أنت ليكي فينا يا بنتي زي ولاد عمك بالظبط. بس أنا خدت حقي خلاص. لا حقك مش مال وأرض، المال بيخلص والأرض بتبور، حقك ود وحب وحنية يا بنتي. ما تزعليش من ولاد عم، لو هم طمعين في حاجة سيبها لهم يا بنتي. خلي قلبك كبير، أني لميت المال واللي لم المال مات، وبكرة أني كمان هموت مش هيفضل غير حاجة واحدة. الله يرحمه، كانت حنينة علي. وادي راسك اهي ابوسي. ربنا يديك طولة العمر والصحة يا طنط. عارفة يا ليلى الحب بين الأهل لازم يكون زي المي، مجرى المي، اوعك تسديه يا بنتي ولا تخليه يجري في العالي.
حضرتك شرفت الجريدة يا فندم. الشرف لي أنا. بس هو في الحقيقة أنا عندي سؤال صغير أوي لو سمحت لي يعني. يا سلام، حضرتك تؤمر. وأنا الحقيقة المعلومة اللي عندي إن اللقاء ده خاص بشغلي وبشركتي، يعني ملوش علاقة بالجريدة. والحقيقة ده شيء محيرني جدا. يا أهلا وسهلا، نورت الجريدة. وأنا ما يخلصنيش إنك أنت تحتار ولا يبقى عندك أسئلة ملهاش إجابة. اتفضل. اتفضلي يا فندم. اتفضل حبيبي. معقول؟ انا ما كنتش متخيل ان الدنيا صغيره كده. اصغر مما تتخيل. ايه يا جماعه، انتوا هتفضلوا واقفين؟ اتفضل. اتفضل. استاذ مختار، طبعا انت عارف ان هو اكبر حد بيشتغل في المقاولات والانشاءات الهندسيه، يعني مش محتاجة ان انا اتكلم لا على اعماله ولا عن انجازاته. لا ما تتكلميش، هو عارف كويس قوي ان احنا بنحترم اعماله وشركته كويس. طبعا، بدليل ان انا كنت بجد صعوبة شديدة في التعاون معاكم. مختار بيه، انت عارف كل مرحلة وليها عيوبها. المهم، كلام في اللي فات ما منوش فايدة. ايه رأيكم نتكلم في الجديد؟ فعلا هو ده اللي لازم نتكلم فيه، بس بوضوح. اهم حاجة عندي الكلام بوضوح. الوضوح أهم حاجة عشان أي بيزنس ينجح. طبعا. والمطلوب؟ أنا حاسس إن أنت متضايق شوية. لا مش للدرجة اللي حضرتك متخيلها دي، وتقدر تقول كده إني متفاجئ. أحلى حاجة في الدنيا يا فندم إنها تفاجئك. إيه الجميل في إنك أنت تبقى عارف الخطوة اللي جاية إيه؟ شيء ممل، صح؟ وأكيد ممل. أنا كنت طلبت منك كموضوع قبل كده. لا بتهيألي وأنا وافقت. أيوه بس إحنا ما خدناش فيه أي قرار. أنا بيتهيألي إن الاتفاق ده كان يبقى له مكان مناسب أكتر من هنا. بما إن المسألة متعلقة بشغلي وإن الشركة بتاعتي هتبقى واجهة لشغل تاني، كان أقل حاجة ممكن تحصل إن الاتفاق يبقى في مكتب معالي الباشا الوزير، ولا إيه؟ كده انت فاهم كويس قوي ايه المطلوب، وفرت علينا كلام كتير. مش قلت لك يا باشا مختار بيه فاهم كل حاجه؟ مختار بيه اتغير عن زمان كتير. ايوه، بس عشان ابقى فاهم اكتر محتاج توضيح اكتر. يعني مثلا محتاج نحدد هل المطلوب ان احنا نطير المعدوي بس، ولا اننا نغير الوجوه القديمه بوجوه جديده تناسب المرحله اللي بقينا فيها. وجوه جديده؟ معنى كلامك ده يا استاذ مختار ان احنا هنعمل حاجه ضد القانون. بالعكس، الموضوع ببساطه ان معالي الوزير عارف كويس جدا ان اي شغل هياخده من الحكومه هيبقى فيه كلام كتير قوي عليه، عشان كده استعان بحضرتك. ده مش معناه ان احنا هنعمل حاجه مخالفه، بالعكس احنا هنتبع القانون بكل تعاملاتنا. طب والمعداوي؟ زي ما يكون شخص مهم بالنسبه لك. لا اطلاقا، مش مهم خالص. بس زي ما قلت لحضرتك قبل كده، أهم حاجة عندي الوضوح. طب أنا هتكلم معاك بوضوح ومن غير ما أزوق الكلام. فعلا أنت هتبقى واجهة لشركة سعادة الوزير، بس مش معنى كده أن أنت هتخسر. لا بالعكس، شركتك هتكسب وهتبقى على علم أول بأول بالمشروعات، وبالنسبة للسوق هنحجمه. كل الشركات هتتعامل من خلالك، وكل حاجة هتبقى شرعي. شرعي ولا قانوني؟ شرعي قانوني زي ما انت عايز. اهم حاجه ورقك هيبقى سليم. وبالنسبه للشركات المنافسه، احنا ازاي هنعرف نحجمها وهنخليها تتعامل من خلالك انت بس؟ يعني عايزينك انت اللي تمسك السوق بايديك. افهم من كده ان الاجتماع ده وراه ناس تانيه، وان الاتفاق تالي مش بيننا وبين بعض بس، ولا ايه؟ بالظبط. وانت عارف الاجتماع ده اهم حاجه ان احنا اخترناك. اخترناك عشان ايه؟ عشان توافق وبس، مش حاجة تانية. اوكي. ايوه بقى هو كده، يبقى السهرة النهاردة على حساب. لا 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 عيب، انا بعد اذنكم عامل عزومة صغيرة كده بمناسبة قمدة العود. لماذا دائما نبحث عن
لماذا نسعى إليه ونتمنى أن نعيش؟ لماذا حين نختار ننسى أنفسنا؟ لماذا ننتظر أن تأتي إلينا الحياة دون سعي منا؟ لماذا يجب أن نضع القيود والمعايير؟ لماذا نترك لمشاعرنا حرية التصرف؟ ثم بعد ذلك نحزن لأننا لم نضعها في مكانها الصحيح. حاضر يا ليلى، هشوفهولك. لا، انا رحت عند اوضته لقيته قافل النور فغالبا نايم. ماشي يا حبيبتي، هقوله لما يصحى ان شاء الله. باي باي. في ايه؟ غريبه يعني انك مش عايز تكلمها. انا هسافر. هتروح على فين؟ اي مكان، محتاج اهدي اعصابي شويه، افكر بهدوء واعيد ترتيب اوراقي. طب متفهمني في ايه؟ بعدين بعدين. لا مش بعدين، انت المفروض تقول لي دلوقتي. انا اختك ومن حق عليك ان انا اعرف مالك. يا سيدي ما انا ممكن اساعدك لو عرفت في ايه. ليلى قلقان عليها ولا منها؟ كنت قلقان عليها، دلوقتي جوايا احساس غريب ناحيتها، حاسس انها بقت غريبه عني. اللي عرفته من صاحب يوسف هو اللي قلقك صح؟ اولا هو كان متجوزها رسمي، كانت لازم هي تبقى عارفه. ثانيا المأذون مش معقول هيكتب الكتاب وهي مش موجوده. وبعدين لو هو عايز يتجوزها رسمي ليه كان عايز يتخلص من الجنين؟ مش غريبه دي؟ عشان انت شايف ان قضيه ليلى هي قضيتك انت، وعشان بتحبها فبتتعامل معاها بشكل مش سليم بالمره. يا عماد، انت بتتعامل مع القضيه كان كل شيء واضح ليك بمجرد ان ليلى قدامك، وعلشان انت بتحبها فبتصدق كل كلامها. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقولك افصل، افصل بين حبك لليلى وبين القضيه. اتعامل يا سيدي مع القضيه كانها اي قضيه تانيه عندك. ما اقدرش، صدقيني مش هقدر. طب انا ليا راي تاني. انت تكلم ليلى، يمكن يكون عندها تفسير للي حصل ده، ويمكن الموضوع يطلع لعبة من لعب المعداوي علشان يثبت ان ما عندهاش اي دافع تقتل يوسف. وانا معاك، المفروض فعلا تسافر تهدي اعصابك يومين. تحب اكلم لك نور تسافر له؟ هو انت ونور بتكلموا كتير اليومين دول؟ اه بنتكلم. أصلا اتعلمت من التجربة بتاعت جلال، واللي ما يتعلمش من التجارب يستاهل بقى اللي يجراله. أقول لك، أنا مبسوطة أنا دخلت تجربة جلال، علمتني كتير وخلتني أحدد موقفي من نور. اللي هو؟ اللي هو أنا حسيت إن نور شخص محترم ولطيف، وحسيت إن أنا ميالة ليه، وبكون كمان مبسوطة وأنا معاه. كفاية إن أنا المرة دي الحب عندي كان اختيار مش مجرد أحاسيس. أنا ونور مرينا بنفس التجربة، هو مع منيرة وأنا مع جلال. إحنا الاتنين حبينا باندفاع من غير ما نفكر نشوف إذا كانوا يستاهلونا ولا لأ، حبينا الشخص الصح ولا لأ. عشان كده المرة دي قررنا إن إحنا نفكر صح جدا. أنا حاسس إن أنت كبيرة مش أنا. الدنيا ما تعرفش كبير وصغير، الدنيا تعرف حد عايز يتعلم وحد مش عايز.
واضح ان انا هغير رايي في حاجات كتير قوي. لا انت محتاج تبقى واثق ان اختيارك الغلط مش معناه ان انت فقدت كل حاجه او فقدت الحب، ده معناه ان انت لسه بتدور على حد يستاهل، وهو ده المهم. ايوه يا هاني، الفلوس ما دخلتش الحساب. يا ابني انا متاكده من اللي انا بقوله لك، انا كلمت البنك مليون مره. تعرف ده معناه ايه؟ معناه انها ممكن تكون دخلت حساب غلط. بقول لك ايه، هو انت متاكد من رقم الحساب اللي انا اديته لك؟ طب باي 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 باي، اكلمك تاني. تعال يا خالد، تعال يا عبدو. خير يا بابا، انا عايزك تروح البنك بكره وتقابل مدير البنك، راجل محترم واحنا لينا معاه تعاملات كتير قوي. خير فيه؟ عايزك تشوف حساب راويه، تعرف لي حساب راويه بقى فيه كام دلوقتي. هو حضرتك شاكك في حاجه ولا ايه؟ شاكك في حاجات، بس اعمل اللي بقولك عليه. ماشي، طب فهمني فيه ايه بس عشان لما اروح ابقى عارف انا بتكلم في ايه. اه ما انت عارف اكتر حاجه بكرهها الاسئله. وانا اكتر حاجه بكرهها ان انا ابقى عامل زي القلب. اهو انا لازم ابقى فاهم برضو. اسوأ حاجه بقى ان انا اتعاملت مع راويه على انها بنت اخويا وبس. قلت يعني اللي جواها ده هيطلع في زعيق في خناقه بينك وبينها، انما ما كنتش اتصور انه يطلع في اسوأ من كده. راويه بتخطط لحاجه احنا ما نعرفهاش. تقصد ايه؟ اقصد ان انا كنت فاكر ان جوازك منها هيخليها على طول تحت طوعي. بابا هو انت عايز ايه؟ ايه لازمة السؤال ده؟ يعني انت شاغل نفسك بايه؟ شاغل بالك براوية هتعمل ايه؟ وخالد لازم يتجوز صوفيا، وليلى لازم تتعدم، والسوق كله لازم يبقى تحت طوعي وتحت امري. شاغل بالك بكل ده؟ طب انت فين من ده كله؟ بابا انت عمرك حسيت بالامان؟ عمرك حطيت دماغك على المخدة وعينك راحت في النوم وصحيت الصبح وقلت ياه ايه الحلم الجميل اللي انا حلمته ده؟ اتجوزت رجاء ليه؟ اوعى تقول لي انك بتحبها. انا وانت عارفين كويس قوي انك عمرك ما حبيتها ولا هي حبتك. ساعات الظروف بتحكم علينا بعد كده. النبي يا بابا، النبي، مش كل ما تتزنق في الكلام تلاقي مخرج بالكلمتين دول. ظروف ايه يا بابا؟ هو انت مش واخد بالك من نفسك ولا ايه؟ انت ملياردير، يعني عندك بيوت وفلوس وعربيات وشركات في كل حته في العالم. الناس كلها بتتمنى تقابلك، بيقفوا بالطوابير عشان ياخدوا منك ميعاد واحد بس. لا مش كده وبس، ده انت بتحكم في كل حاجه حواليك، بتحكم فينا كلنا، بنعمل ايه وما بنعملش ايه، بتحكم في مصايرنا يا بابا. فوالنبي ما تقوليش الكلمتين دول عشان ما بيخشوش عليا. بابا انت خايف من ايه؟ بقيت خايف من الدنيا قوي كده ليه؟ خليك ما بقتش طبيعي مع اي حد. خايف من بكره، كانك عملت حاجه والدنيا هتعاقبك عليها. طب اقول لك حاجه، خلي راوية تاخد الفلوس اللي عايزها، احنا عندنا ملايين فوق الملايين. ده انت حتى لو فكرت تقفل الشركه بكره وتنقل النشاط كله وتعمل حاجه ثانيه، ولا انا هنتاثر ولا هيبقى عندنا اي مشكلة. اهم حاجة تبقى مبسوط ومستريح. تعرف احلى حاجة في حياتي ايه؟ ايه؟ انت. يا ريتني كنت زيك، ويا ريت يوسف كان زيك. اتعرف ليه يوسف قضى حياته كلها بشكل سيء؟ لانه كان على طول باصص لي، بيقلدني، عايز يبقى المعداوي نمرة اتنين. كان بيعتبرني القدوة لي. طب ما انت قدوة ليا يا بابا. لا خليك زي ما انت يا خالد،
اوعى حاجة تغيرك أو تلوشك. أخوك كان بيتهيألك إن هو قريب مني، وأنا كنت بشوفك وأنت منكسر، كنت بشوفك وأنت محبط، كنت بتضايق، كان نفسي أشخط فيك، كان نفسي أثور عليك وأقولك لا أنت ابن المعداوي، أنت لازم تكون أقوى من كده. بس أنا اكتشفت بقى إن أنت أقوى من المعداوي وأقوى من يوسف الله يرحمه. اسمع يا خالد، اسمع الكلام اللي هقوله لك وما تردش عليا، بس فكر فيه. أنا عايزك تسافر بره، تلف في العالم، تزور كل الدكاترة. أنت لازم يبقى عندك ولاد، اللي زيك لازم يبقى ليه ذرية، لأن أنت اللي هتعرف تربيهم وتعلمهم الصح من الغلط. أقول لك حاجة، لا أنا ولا يوسف كنا نستاهل يبقى عندنا ولاد. يا بابا الكلام اللي بتقوله؟ اسمع اللي بقول لك عليه، أنا بتكلم لمصلحتك ومصلحتنا كلنا. أنا شايفة إنك مش همك يعني. وهيهمني من إيه يعني؟ أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ دي راوية لو عرفت الحاجات دي حتى لو عرفت هتعمل إيه يعني؟ ولا تقدر تنطق كلمة. ما هي مش معقول هتقول إنها بتخون جوزها معايا، ولا إنها متفقة معايا على جوزها إن إحنا ناخد الفلوس ونخلع. طب أنت ناوي على إيه؟ ناوي أطير. وتسيبني؟ لا، ما أقدرش أسيبك يا حبيبتي. ده أنا وأنت هنفتح أكبر مصنع في العالم. مصنع؟ مصنع ايه؟ مصنع ملابس حريمي. الله، حلوة دي. يعني عجبك؟ اه. طب ما تيجي بقى، بمناسبة انه عجبك، نسهر سهرايا حلوة من اللي قلبك يحبها. بقولك ايه؟ قولي. انا عندي مكان اصلي بس حرق شوية. وماله، اموت في الحراق واموت في المشي البطال. ثواني. الكراس بيرن. راوية ولا غندر على مهلي. براحة 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 براحة. أيوة أيوة. إيه كنت نايم ولا إيه؟ أنا؟ كنت هنام كنت هنام. بلبس الخروج؟ صحيح، ده لبس الخروج. أصل أنا لسه جاي من بره وكنت لسه هطلع نام. عادي؟ هتطلع تنام عادي؟ مش قلقان؟ قلق من ايه بس يا راوية؟ بقولك الفلوس ما دخلتش الحساب. ما يمكن التحويل اتأخر. برضو مصيبة، لأن ده معناه إن المعداوي ممكن يلغي التحويل لما يعرف إن الفلوس لسه ما دخلتش الحساب. يا راوية يا حبيبتي، أنا مش عايزك تقلقي، كل حاجة الصبح إن شاء الله هتبقى زي الفل. صداع صداع، واكل دماغي من الصبح. سلامتك. ودي قاعدة. تشربي حاجة؟ مالك؟ عامل زي صنافور المحطة كده ليه؟ انت مش عايزني اقعد عندك ولا ايه؟ لا يعني انا بس بس بصراحة خالد كلمني واحتمال يجي دلوقتي. خالد؟ خالد كلمك؟ ماشي يا هاني، اسلم لي على خالد. تمام. اظهر وبان عليك الامان. مشيت والحمد لله. هيتر، بقول لك ايه؟ البت دي هتبقى عامله زي اللقمه في الزور، انت لازم تخلص منها. ما تقلقيش، سيبك منها دلوقتي يا حبيبتي، خلينا في اللي احنا فيه.
ها المكان الحراق فين؟ بقول لك ايه؟ قولي. ما تجيب الفلوس اللي انت ناوي تدفعها هناك واعمل لك انا هنا احلى سهره في الدنيا حتى تبقى دمها اخف. لا انا هطلع البس احلى طقم عندي واجيب الفلوس ونصرفها هناك. ماشي البس حاجه بقى تليق انك تخرج معايا بيها. عينيا. البس حاجه مدندشه. تتضايق لو قعدت معاك؟ لا بالعكس انت اكتر واحده انا برتاح في القعده معاها. ده انا برتاح معاكي اكتر ما برتاح في القعده مع نفسي. انا كلمت بابا قلت له اول ما الولاد يخلصوا امتحانات يجيبهم ويجي على طول. انا كنت بفكر اسافر لهم. فعلا؟ انا كان عندي سؤال نفسي اساله لك من زمان بس كنت مكسوفه. هو ليه حضرتك لما كنت بتيجي لندن قبل كده في زياره او في شغل ما كنتش بتفكر تسلم على الولاد او تشوفهم؟ كنت بتيجي لندن وترجع مصر من غير ما تفكر حتى تزورنا ولا تشوفنا. ساعات بحس انه في سر كبير مخبيه ومحدش يعرفه وانه معذبك ومعذب ضميرك. وساعات لما ببص لحضرتك بحس انك اضعف بكتير من القوى اللي بتبان عليك وانه القسوة الشديدة اللي بتكون فيها احيانا سببها حاجة كبيرة محدش عارفها وانت مش عايز حد يعرفها. قوليلي انتي كنت بتحبي يوسف يا صوفيا؟ يوسف ما بقاش موجود. يوسف راح. اللي بينا دلوقتي الولاد. انا مش بسألك يعني عشان عايز اعرف، لا بس انا عايز افهم يعني هل أنا بس اللي عشت حياة مش فاهم فيها حاجات كتير ولا في ناس كتير زيي؟ أنا كنت بحب يوسف طبعاً، كنت بحبه حب جنوني. هو بصراحة يوسف كان يتحب، كان بيحب الضحك وبيحب الدنيا والحياة. أي واحدة تشوفه كان لازم تحب، وكان قادر إنه يخلي أي واحدة تتنقل من عالم لعالم تاني ويخليها تخرج بره الواقع وتعيش في الخيال. لكن طبعا مع مرور الوقت اي واحدة تعاشره كانت هتعرف اللي لازم تعرفه. تعرف ايه بقى؟ تعرف ان هو عنيد زي حضرتك. تعرف انه بيخاف يخرج بره السور اللي هو رسمه حوالين نفسه. تعرف انه بيحب يحس انه بيهزم كل اللي حواليه. اعتقد ان يوسف كان كل ما يقابل واحدة بيبقى فاكر ان هو ده الحب اللي هو بيدور عليه طول عمره لحد ما يكتشف ان هي فهمته. فهمت ايه بقى؟ فهمت انه كان بيرسم عليها ولا انه كان بيستغلها ولا انه كان عايز يقرب منها وخلاص؟ لا لا لا، فهمت انه كان بيدور على نفسه. اعتقد ان يوسف في بدايه كل علاقه كان بيبقى بيحب اللي معاه بجد وفعلا عايز يشوفها سعيده، لكن بعد كده عشان هو حاسس ان هو وحش وانه مستحيل حد يحبه لو عرفوا على حقيقته كان بيسبق ويسيبها هو قبل ما هي تسيب. على فكره يوسف كان بيحبك قوي، كان بيحس ان انت وهو شبه بعض جدا، ومره قبل كده قال لي ان انت صعبان عليه. هو قال لي كده؟ حبيبي انت عارف ان انا محظوظ جدا، انا متجوز احلى واحده في العالم. مش مصدقاك. ليه؟ مش عارفه ان انا مش احلى واحده في العالم، وعارفه كويس ان انت بتقول لي الكلام ده علشان ما اقعدش افكر ان انت بتقوله لناس تانيين كتير. هو انت ليه على طول حاسه ان انا بخونك؟ خالص يا يوسف، انا بس بتضايق علشانك. أنا بحبك يا يوسف، وحبي ليك مش مجرد حب زوجة لزوجها. أنت كمان بتصعب عليا. أنا ساعات كتير بحس إنه في جواك حاجة كبيرة أنت مخبيها، وإن الحاجة دي معذباك وتعباك، وأعتقد إنه في مشكلة بينك وبين والدك.
وايه اللي مخليكي حاسه ان انا في مشكله بيني وبين بابا؟ معرفش، بس انا متاكده مع ان هو بيحبك جدا وبيفضلك عن كل اللي حواليه. المشكله ان انا بحب بابا جدا، عمري ما حسيت انه بيغلط. بابا ده عامل زي القلعه، مش اي حد يعرف يخترقها. انا طول عمري نفسي ابقى بابا. امال انا ليه دايما بحس ان في حاجه انت بتهرب منها؟ قول لي يا يوسف اتكلم، يمكن لما تتكلم تخرج من الدايره اللي انت حابس نفسك فيها. يوسف انا بحبك، عمري ما حبيت حد زيك. رغم ان تصرفاتك بتقول غير كده، بس انا مصدقك وعارفه انك صادق معايا. طيب يوسف، برغم كل شيء حبك انت اكتر من اي حد تاني، والحب يا عمي مش حاجه نتكسف منها، ومش لازم نكون حققناه او نخلي اللي بنحبه يحبنا هو كمان. تقصدي ايه يا صوفيا؟ قصدي ان احنا مشكلتنا ان احنا ساعات بنخلي الماضي يسيطر علينا، وبنبقى معتقدين انه هيفضل يطاردنا ونخليه هو اللي يحرك كل تصرفاتنا. يوسف حكالي. حكالك ايه يا صوفيا؟ حكالي عن حبك اللي راح منك واللي خدوا اقرب الناس ليك. يا عمي ده اكيد ما كانش نصيبك. الحب مش حاجة نعيش بنتعذب بسببها، الحب براح، الحب ايد تتمدلك تاخدك لبر الأمان. قالك ايه يوسف يا صوفيا؟ ها؟ قالك ان العيب فيا؟ قالك ان انا لازم ألوم نفسي؟ لا لا لا، انت لازم ما تلومش نفسك ابدا، انت تلوم نفسك لو انت خنت، وانا عارفة ان عمرك ما عملت كده. يوسف كان زيك بالظبط، كان كل ما يحب واحدة يبقى عايز يتجوزها على طول، بيحب كل حاجة تبقى رسمي. حتى لما كان بيلاقي واحدة بتبص له أو بتحاول تتقرب منه ويكتشف إن هي متجوزة، كان بيخاف ويهرب زي الأطفال. وعلى فكرة يا عمي، حضرتك زيه بالظبط. مش عايز اعيش في مصر، انا حر. لا انت مش حر، انت ابني، والكلام اللي اقوله لازم تسمعه. وانا ما بقتش طايق نفسي ولازم امشي. هو حد عايش عيشتك؟ قول لي، في حد عنده اللي عندك؟ ناقصك ايه؟ في حد عايش زيك؟ طب انا تعبان والسفر هو الحل. تعبان من ايه بقى؟ قول لي، في حاجه حصلت قلقاك وانت مش عايز تقولها؟ قولها، انا ابوك والبلد كلها تحت امري، أنا أقدر أتصرف. طب أنا بقى مش عايز أعيش في البيت ده. يعني إيه مش فاهم؟ يعني مش عايز أعيش مع مرات عمي وبنت عمي في بيت واحد. ليه؟ من غير ليه يا بابا؟ لا يعني إيه من غير ليه؟ ما أنا لازم أفهم. طب من الآخر بقى، لو أنت عايزني أبقى تحت أمرك وتحت طوعك يبقى يغوروا من هنا. يوسف أنا سمعت كل اللي أنت قلته. يوسف أنا مش عايز أسمع منك حاجة. لا لازم تسمع علشان تعرف إن كل اللي في دماغك ده مش صح. أنا حبيت عمك ومش هحب حد غيره، ومش أنت اللي هتسيب البيت وتمشي، أنا اللي هسيب البيت وهمشي. أنت مجنونة، ده 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 مستحيل يحصل ده. لا لازم يحصل علشان تعرف إن كفاية بقى لحد كده يا معداوي، كفاية. يوسف أبوك كان بيحبني وكان عايز يتجوزني، لكن أنا حبيت عمك وعمك حبني واتجوزنا وعشنا مع بعض سنين طويلة. عمر ما حد فينا قال للتاني كلمة تزعله، لكن بموت عمك أبوك افتكر إن اللي فات ممكن يرجع تاني، وده مستحيل. عمر اللي فات ما بيرجع تاني. أنا حتى لو فكرت أتجوز عمري ما هتجوز أبوك. أنا من آخر مرة كنت قاعدة معاك فيها يا معداوي، وأنا عملت كل اللي أقدر عليه علشان أسيب البلد دي وأمشي، عشان لا أشوفك ولا تشوفني. بس أنا ليا عندك رجاء، من فضلك خد بالك على راوية، هي دلوقتي بقت مرات ابنك، حبها راعيها
أرجوك.